في غوطة دمشق الشرقية شنت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها مدعومة بغطاء جوي روسي شنت هجوما وصف بالأعنف بغية الوصول إلى مطار مرج السلطان العسكري ذي الأهمية الاستراتيجية العالية. الهجوم العنيف حدا بثوار الغوطة المحاصرة إلى التوحد ضمن غرفة عمليات مشتركة، ما أسفر عن تقدمهم على بعض المحاور وانتزاع السيطرة على نقاط مهمة من قوات الأسد. مزيد من التفاصيل عن معركة مطار المرج وعن توحد ثوار الغوطة في تقرير مراسلنا في ريف دمشق جواد العربيني. قياديون في فيلق الرحمن وجيش الإسلام يضعون آخر النقاط لبدء هجوم مضاد لإعادة السيطرة على مواقع سيطر عليها النظام بعد حملة وصفت بالأعنف. الهدف الرئيسي تقدم النظام بقلب الغوطة الشرقية ويقسي ما بين الشرق والغرب ويتوغل أكثر، هذا كان هدفه الرئيسي للنظام، وتهجير المدنية اللي كانت ساكنة بالمرج من شتى القرى اللي مهجرة كانت ساكنة، فكان ضرب كتير على المرج وتهجير الأهالي وكل المشاكل، وكان في جرحى كتير من الأطفال والنساء. استراحة محارب قصيرة يحظى بها هذا المقاتل قبل أن ينضم إلى مجموعته القتالية. هنا يجهز مقاتل المجموعة بنادقهم ويتقاسمون الذخيرة ويبدأون المعركة التي تهدف إلى إبعاد قوات النظام عن المواقع التي تحيط بمطار مرج السلطان الاحتياطي. ساعات من المعارك تمكن فيها الثوار من إحراز تقدم تأتي أهميته بإيقاف تقدم النظام وتوحيد الجهود العسكرية بين جميع الفصائل لبدء هجوم أوسع واستعادة كامل المناطق التي خسروها مؤخرا. تشرد أهالي كتير من المرج عائرة وشفنا شو الوضع كله، فلازم يكون إيد واحدة فيها. تم تشكيل غرفة عمليات موحدة بين الفصائل كلها اللي هون، وكانت بداية العمل استرجاع بعض النقاط المركزية اللي حسن ياخذ عليها يسيطر عليها النظام، وهلا بإذن الله في عمل بإذن الله باليومين. سياسة الأرض المحروقة والتدمير الممنهج هما أسلوبان يتبعهما النظام في هذه المنطقة من أجل تقدم يحقق له مكاسب سياسية، أما النتيجة فتهجير مئات العائلات من سكان المرج. يشكل مطار مرج السلطان العسكري هدفا استراتيجيا تحاول قوات النظام الوصول إليه من أجل تحقيق شرخ في جبهة المرج. جواد العربيني، أخبار الآن، ريف دمشق.